السلام عليكم وأهلا بيكم في فيديو جديد. قصة النهاردة من أغرب القصص اللي عدت عليا، تحس إن أحداثها مش منطقية وزي ما يكون متاخدة من فيلم أمريكي من فترة التسعينات. القصة ابتدت ببلاغ اختفاء وبعد كده بحادثة عربية محروقة ومش مفهوم حصلت إزاي وليه. قضية النهاردة قضية طويلة ومعقدة وفيها معلومات كتير وممكن تلخبط شوية، فمحتاجين كوباية قهوة تقيلة عشان القضية معقدة وطويلة. وقبل ما نبدأ في قضية النهاردة، ما تيجوا ندخل الفيديو ده كمان الترند زي المرة اللي فاتت. طبعا أنا بهزر معاكو، أكيد مش كل مرة هدخل الترند يعني. حبيت بس على السريع أشكركم على تفاعلكم ولايكاتكم وتعليقاتكم الجميلة، وفي الحقيقة أنا أهم حاجة عندي كل مرة بنزل فيه فيديو إن الفيديو يعجبكم، هو ده بالنسبة لي أنا الترند الحقيقي. بس ده ما يمنعش برضو أنكم تحطوا لايك على الفيديو بتاع النهاردة، وتعالوا نسمع الحكاية من البداية. القصة ابتدت يوم 25 يونيو سنة 2008 في جاردن فالي بكاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية. في الليلة دي على الساعة 2 الصبح كان في واحد سايق على الطريق السريع 193، وهو سايق شاف دخان كتير جاي من الوادي من تحت، فتوقع انه ممكن يكون حريق حصل في الاشجار او حاجه زي كده، فاتصل وبلغ الطوارئ. المطافي وصلت المكان على الساعه 2:30 الصبح، وكانوا فاكرين ان الحريق ناتج عن الاشجار، فالمحققين المختصين بحوادث الحريق هم كمان راحوا المكان علشان يعرفوا ايه سبب الحريق. لما المحققين وصلوا الدنيا كانت ضلمه وكان في دخان، فما كانوش شايفين كويس. الحريق كان تحت في الوادي، فنزلوا ومشوا في اتجاه الحريق، ولكن المفاجأة إن الحريق كان بسبب عربية مش بسبب النباتات والأشجار. فالمحققين قربوا شوية من العربية، فالعربية كانت محروقة على الآخر وحواليها الدخان، وكان لسه فيه صوت طقطقة الحريق. ومن خبرتهم كمحققين كانوا حاسين إن فيه جثة جوه العربية، وبالفعل لما بصوا جواها كان فيه رفات في الكرسي الأمامي بتاع السواق. الشخص اللي كان جوه العربية أكلته الحريق. المكان اللي لقوا فيه العربية عبارة عن جبال مليانة أشجار ووديان، والطريق نفسه فيه انحناءات كتير، وعلى الطريق ده تحديداً طريق 193 بتحصل حوادث كتير جداً، لأن أحياناً بيحصل انهيارات في التربة، فالصخور اللي على الجبال بتقع على الطريق، وده طبعاً خطر جداً لأن ببساطة ممكن صخرة تقع على العربية وتحصل حادثة. كمان الطريق ده ما فيهوش سور على الجنب، فممكن العربية تقع بسهولة تحت في الوادي زي العربية اللي لقوها بالظبط. المهم المحققين على طول ربطوا ما بين الحادثة دي وما بين حالة اختفاء اتبلغ عنها في نفس اليوم الصبح. الشخص اللي اختفى ده كان من نفس المنطقة، طلع يغير أنبوبة الغاز ومن ساعتها مرجعش لغاية دلوقتي. المحققين عرفوا إن نوع عربية الشخص اللي اختفى هي نفس نوع العربية المحروقة اللي لقوها في الوادي. اللي بلغ عن الشخص اللي اختفى اسمها باتي بريزبا، قالت إن زوجها رون اختفى النهاردة، وقالت إنها كانت خارجة مع بنتها، فرون كلمها في التليفون على الساعة 9 مساء وقال لها إنه خارج يغير أنبوبة الغاز علشان حفلة الشوي بتاعت بكرة، وقالت إنها لما رجعت البيت فضلت مستنياه لغاية الصبح، ولكن هو مرجعش البيت، فبلغت الشرطة عن اختفائه. المهم الرفات اللي كانت في العربية بعتوها للمختبر الجنائي علشان يتأكدوا إن كان اللي سايق العربية ده هو رون بريسبا ولا لأ. وفي الوقت اللي منتظرين فيه نتيجة المختبر بدأوا يعينوا العربية، فلوحة أرقام العربية كانت متدمرة تماما، بس لقوا رقم المسلسل للعربية اللي بيبقى ناحية السواق. في الحقيقة أنا مش متأكدة ده اسمه إيه بالظبط، تقريبا رقم الشاسية أو حاجة زي كده. المهم أخدوا صورة للرقم ده وعرفوا منه إن مالك العربية هو رون وزوجته باتي. فدلوقتي المحققين اتأكدوا إن صاحب العربية المحروقة هو فعلا رون، فكان لازم يبلغوا زوجته باتي باللي عرفوه، فرحوا لها البيت وبلغوها بالخبر. وطبعا باتي كانت مش مصدقة اللي حصل لجوزها رون، وكانت عايزة تساعد المحققين علشان كانت عايزة تعرف إزاي الحادثة الفظيعة دي حصلت. المهم الخبر انتشر في المدينة كلها، وعرفوا إن عربية رون اتحرقت وهو جواها، ولأن ناس كتير كانت تعرف رون فكانوا زعلانين ومتأثرين جدا باللي حصل، لأنه كان واحد من ألطف الناس اللي ممكن تقابلهم في حياتك وكان محبوب من الكل. رون كان عنده 54 سنة، أب البنتين وكمان جد، وكان عضو فعال في الكنيسة، ولو أي حد واقع في أي مشكلة أو عايز أي حاجة رون كان بيساعدهم على طول. رون وباتي اتجوزوا عن قصة حب. باتي اجتماعية ومنطلقة وبتشتغل في وظيفة كويسة جدا في هيئة الحفاظ على البيئة في كاليفورنيا. رون كان راجل أعمال ناجح، ولما تعرف على باتي لقى فيها الزوجة اللي طول عمره بيحلم بيها فاتجوزها.
رون وباتي لما تقابلوا كل واحد فيهم كان عنده أولاد من أزواج سابقين، فدلوقتي المحققين شاكين بنسبة كبيرة جدا أن اللي كان جوه العربية ده رون. بس يا ترى إيه اللي حصل بالظبط في الليلة اللي اتحرقت فيها العربية؟ فالتخمين المبدئي أنه واضح أن العربية انحرفت عن الطريق ووقعت تحت في الوادي، وبسبب الوقعة دي العربية اتحرقت. فممكن مثلا أن العربية بعد ما اتخبطت حصل تسريب من تانك البنزين والعربية ولعت. ولكن واحد من المحققين لاحظ حاجة جوه العربية، كان في على الكرسي الخلفي للعربية زي جيركن أو إناء اللي بتحط فيه الوقود، فكان في ثقب كبير في الكرسي بنفس حجم جيركن الوقود. سعة الجيركن حوالي 4 لتر، وهم عارفين من مرات رون انه راح علشان يجيب وقود ويغير انبوبة الغاز، فبكل تأكيد الوقود اللي كان موجود في العربية خلى الموضوع أسوأ لما حصل الاصطدام والحريق كان أسهل. فالمحايين كانوا مؤمنين أن رون كان ضحية حادثة عربية. ولكن أثناء ما كانوا بيعينوا العربية، واحد من رجال المطافي قال للمحقق انه شاف دم على الطريق فوق. فالمحققين راحوا للمكان اللي قالهم عليه، فشافوا بقعتين دم كبار كانوا موجودين في منتصف الطريق وكانوا واضحين جدا. وهنا المحققين استغربوا جدا، دلوقتي العربية وقع تحت في الوادي، طيب ازاي الدم ده موجود فوق على الطريق؟ هل مثلا خبط غزالة او حيوان كان ماشي على الطريق علشان كده فيه دم؟ المهم رجال المطافي لما دوروا ما لقوش أي جثة حيوان قريبة من مكان الحادث، فالمحاين مشوا وراء أثار الدم اللي لقوها على الطريق السريع. فالموضوع كان غريب جدا لأن كان فيه بقعتين دم كبار على الأرض، بعد كده كان فيه بقعة دم صغيرة وكانوا قريبين من بعض، بعد كده النقط بدأت تبعد عن بعض، فالبقعة دي كانت ماشية في خط ورا بعضه لغاية ما بدأت تنزل ناحية ما العربية وقعت من فوق الطريق لتحت في الوادي. يعني زي ما يكون حاجة وقفت هنا مكان ما بدأ نزيف الدم وبعد كده استمرت لغاية ما العربية نزلت تحت في الوادي. كمان لاحظوا ان على بعد خطوات معدودة من مكان ما لقوا بقعة دم كان في علامة عجل العربية على الأرض اللي بتحصل لما بتفرمل فجأة أو لما حد بيسوق بسرعة جدا علشان يسيب المكان. وده كان اكتشاف خطير جدا خلى المحققين يشكوا ان الحادثة دي مش حادثة عادية وأكيد وراها حكاية. فالمحقق قرر ينزل تاني الوادي في نفس الاتجاه اللي اخدته العربية وهي بتقع من على الطريق. يعني العربية لما انحرفت من على الطريق فضلت تنزل لغاية ما استقرت تحت في الوادي. فالمحقق قرر ان هو ينزل في نفس الاتجاه اللي العربية اخدته لغاية ما استقرت تحت في الوادي. واضح ان مع اول خبطة او مطب العربية اخدته وهي نازلة على تحت كان واضح ان العربية خبطت في بعض النباتات، ففي المكان ده شافوا اكياس بلاستيك علقة على النباتات وزي ما يكون فيها سائل لونه احمر. فالمحقق لما شافها من بعيد افتكر وقتها ان ممكن يكون ده زيت محرك العربية لانه ساعات بيبقى لونه احمر، بس الغريب ان كان في ذباب بيطير عليه. فالمحقق استغرب جدا وقرب منه علشان يشوف ايه اللي في الاكياس دي، وهنا كانت المفاجأة. الاكياس كان جواها جمجمة بشرية وعظام وشعر وجزء من الدماغ. الأكياس كانت على بعد حوالي 15 متر من مكان الحريق، فالمحايين استنتجوا أن غالباً العربية وقفت على الطريق بعد كده قادت فيها النار وبعد كده نزلت على الوادي تحت. يعني بكل بساطة الحادثة دي كانت بفعل فاعل. وطبعاً الحاجة اللي خلت المحايين متأكدين أن دي مش حادثة عادية هو الأكياس اللي فيها الجمجمة والدماغ. المهم بعتوا الأكياس بمحتوياتها للمختبر، وبعد التحليل عرفوا ان هوية الرفات اللي كانت في العربية واللي كانت في الاكياس قريب من العربية وكمان الدم اللي كان على الطريق على الارض كلهم لرون بريسبا. ودلوقتي القضية اتحولت رسمي من مجرد حادث أليم لجريمة قتل بشعة، والحريق كان علشان يغطي على الجريمة. فدلوقتي محتاجين يعرفوا مين اللي قتل رون وازاي ده حصل. فتاني يوم على طول بعد ما تأكدوا انها جريمة قتل، المحايين استجوبوا باتي مرات رون في قسم الشرطة وكانوا عايزين يعرفوا مين ممكن يكون عنده دافع لقتل رون. فقالت لهم ان رون كان طيب قوي وما كانش عنده اي اعداء وكان محبوب من الكل، وفي الحقيقة كان في اجماع من كل الناس ان رون شخص كويس قوي، اب حنون وزوج مخلص وبيساعد كل الناس حتى اللي ما يعرفهمش. وفي نفس الوقت اللي كانوا بيستجوبوا فيه باتي في قسم الشرطة
كان في فريق تاني من المحققين بيستجوبوا بنت رون في البيت. فأثناء الكلام معاها عرفوا أن مؤخراً باتي ورون استضافوا شاب عندهم في البيت اسمه هايمي راموس، عنده 21 سنة وبقاله كام أسبوع عايش عندهم. فاتضح أن باتي وهايمي بيشتغلوا مع بعض في هيئة المحافظة على البيئة في كاليفورنيا. الهيئة دي وظيفتها حماية البيئة، وكمان بتعمل برنامج دعم للشباب صغير في السن اللي عندهم مشاكل. فهايمي راموس بعد ما اتحكم عليه بتهم التعدي بالضرب دخل البرنامج ده، وكان بقاله حوالي سنة. فالمحايين راحوا تاني لبيت رون وباتي في نفس اليوم بالليل علشان يسألوا باتي عن هايمي. فقالت ان هايمي شاب كويس قوي، عنده 21 سنة وقاعد معاهم في البيت لمدة 3 أسابيع لغاية بس ما يظبط حاله ويسافر على تكساس. وقالت انها المشرفة بتاعته، ومن مسؤوليتها انها تاخد بالها من كل فرد من أفراد المجموعة بتاعتها، وهايمي كان واحد من المجموعة بتاعتها. وقالت انه ولد كويس بس طفولته كانت صعبة شوية، محدش عطف عليه ولا أخد باله منه، ومع الأسف مشي في السكة الغلط، وإنه كان محتاج حد يوجهه للطريق الصح. فباتي كانت بتحاول تاخد بإيديه للطريق الصح، فهو لما بيحتاج لأي حاجة أو أي نصيحة بيروح لها. وقالت إن شهر بس قبل حادثة رون هايمي كان خلاص قرب يخلص برنامج التأهيل، فهو كان محتاج مكان يقعد فيه لغاية بس يوم التخرج. فباتي سألت رون هل ممكن نقعد هايمي في الغرفة الفاضية اللي عندنا في البيت؟ فرون وافق لأن بطبيعته شخص خدوم وبيحب يساعد الناس كلها. ففتح بيته لهايمي، وهايمي ورون كانوا بيقعدوا مع بعض وبيتفرجوا على التلفزيون، ورون كان بيعامله كأنه ابنه. فالمحققين كانوا عايزين يستجوبوا هايمي، فسألوا باتي لو تعرف مكانه فين دلوقتي. فقالت ان هو سافر تكساس، ولكن المحايين اكتشفوا ان في اليوم اللي لقوا فيه العربية المحروقة ورون جواها كان هو نفس اليوم اللي هايمي راموس سافر فيه تكساس. معقولة دي تكون مجرد صدفة؟ المهم اثناء ما المحايين بيستجوبوا باتي، في حاجة في البيت عندها لفتت انتباههم جدا. رئيس المحايين لاحظ ان في رذاذ دم بين الكنبه والكرسي، فعلى طول استنتج ان ممكن تكون الجريمه حصلت هنا في البيت. فاتصل بفريق التحليل الجنائي وطلع باتي تستنى بره البيت، لان البيت اصبح مسرح جريمه. لما الاخصائيين الجنائيين دخلوا البيت رشوا مادة اللومينول، فشافوا الدم بكمية أكبر بكتير من مجرد كم نقطة دم على الأرض. كان في دم كتير على السقف وعلى الدفاية والحيطة والأرض، وكأن في مجزرة حصلت في المكان. فبكل تأكيد جريمة القتل حصلت في المكان ده، بس يا ترى مين المسؤول عن الجريمة؟ في الليلة اللي حصلت فيها الجريمة، باتي كانت مع بنتها وحفيدتها، يعني عندها حجة غياب قوية جدا، والمحايين اتأكدوا من حجة الغياب بتاعتها، فاستحالة تكون هي المسؤولة عن اللي حصل. فده يخلي أصابع الاتهام تتجه ناحية هايمي راموس، فدلوقتي عايزين يلاقوا هايمي بأي شكل. فالمحايين عرفوا يتواصلوا مع عيلة هايمي في تكساس، فقالوا إنه لسه في الطريق لأنه كان رايح سايق، فلسه موصلش، بس ادولهم رقم تليفون المحمول. فالمحايين اتصلوا بهايمي واستجوبوه على التليفون، فهايمي قال لهم ان هو بيحب رون جدا وان عنده استعداد يساعدهم في اي حاجة هم عايزينها علشان يوصلوا للمجرم اللي عمل كده في رون. ولكن العجيب انه ما قال لهمش هو فين بالظبط، وكمان ما كانوش عارفين يتعقبوا تليفونه لانه كان بيستخدم تليفون مؤقت، فكان بيغيره على طول بعد كل مكالمة زي كده ما بتشوفه في الافلام. فالمحايين كانوا شاكين فيه، بس في نفس الوقت كانوا عايزينه يثق فيهم علشان يفضل على تواصل معاهم ويمكن يعرفوا طريقه ويقول لهم اللي يعرفوا عن الجريمة. وفي الوقت ده واحد اسمه كيرتس إدواردز اتصل بالشرطة وقال ان عنده معلومة مهمة ممكن تفيدهم في القضية. كيرتس عرف باللي حصل لرون، وقال ان هو وهايمي اصحاب من برنامج التأهيل في كاليفورنيا، وكمان زميله في السكن، وقال ان هايمي ولد لطيف وكويس جدا، وقال كمان ان باتي كانت كويسة جدا معاهم في البرنامج، وكل الناس في الشغل بيحترموها، والناس في المجموعة بيعتبروها زي مامتهم، لدرجة ان في منهم ناس بيقولوا لها يا ماما لانها كانت دايما بتساعدهم. ولكن بعد كده كيرتس قال على حاجة ما كانتش تخطر على بال اي حد. قال إن هايمي وباتي كانوا ساعات بيقعدوا مع بعض في المكتب يكلموا، وفي يوم دخل عليهم المكتب فلقى هايمي وباتي ماسكين إيدين بعض. طبعا ما كانوش واخدين بالهم لما هو دخل المكتب، فلما أخدوا بالهم إن هو دخل بسرعة سابوا إيد بعض. طبعا كيرت ساعتها اتفاجئ باللي هو شافه، لأن هي عندها 56 سنة وهو عنده 21 سنة، يعني أصغر من أصغر واحد من أولادها الأربعة. في بعض المصادر مكتوب إن هي 46 سنة، فأنا مش متأكدة هي 46 ولا 56، بس أنا ميالة لأن هي 56 سنة. المهم في اليوم اللي بعده
هايمين راح لكيرتس وقال له بالنص كده انه على علاقة عاطفية بباتي، وطلب منه ان هو ما يقولش لحد خالص باللي شافه. فكيرتس وافق وقال له ماشي تمام وكمل حياته. فكده المحققين عرفوا ان باتي كانت بتخون رون مع هايمي. كيرتس كمان قال ان هايمي كان بيحب باتي بشكل جنوني لانه من زمان كان بيعاني من قلة الاهتمام فكان بيدور عليه، فواضح ان باتي ادت له كل الاهتمام وحبها وده اللي خلاه يتشد ليها بالشكل الجنوني ده. المهم المحايين بعد ما عرفوا من كيرتس صاحب هايمي ان في علاقة عاطفية محرمة ما بين باتي وهايمي خلتهم يشكوا جدا في باتي، لان من خلال الكلام مع كيرتس حسوا ان زي ما يكون في سر ما بين هايمي وباتي ما حدش يعرفه. بس دلوقتي السؤال، هل هايمي هو اللي قتل رون وهل هو خطط لوحده علشان تكون باتي ليه هو وبس، وهل باتي مشتركة معاه في الجريمة؟ فعلشان يعرفوا إجابة الأسئلة دي كلها قرروا يتكلموا تاني مع باتي، لأنه واضح جدا أنها تعرف أكتر بكتير من اللي قالته لهم في الاستجواب الأول معاها. فاستدعوها للاستجواب وسألوها هل كان عندك علاقة عاطفية من ورا ظهر رون، فهي استغربت جدا من السؤال وقالت لأ. فقالوا لها بس احنا عرفنا أن أنت عندك بوي فريند. فقالت مين قال لكم الكلام ده؟ وقالت أنا مش عندي بوي فريند، يعني أنكرت الموضوع تماما. لكن في الآخر بعد ما ضغطوا عليها في الاستجواب وقالوا لها إن إحنا واثقين من الكلام اللي إحنا بنقوله لك، في الآخر اعترفت إنها كانت بتخون رون مع هايمي، ولكن قالت إن العلاقة دي انتهت يومين اتنين بس قبل وفاة رون، وقالت إنها كانت عايزة تنهي العلاقة دي لأن رون عرف، وكمان لما شافت سلوك هايمي المتهور. وقالت إنها في يوم سافرت مع هايمي بالعربية وفي طريق باتي قررت إنها تقوله إنها عايزة تنهي العلاقة دي، تنهي علاقتها بهايمي. فهايمي كان سايق العربية وهي قالت له كده، فردت فعله خوفتها. هايمي فجأة لف الدركسيون بتاع العربية وكان هيخبط في العربيات اللي في الشارع وقال لها بالنص كده مفيش حاجة هتفرقنا غير الموت. وقتها ربنا ستر ومفيش حاجة حصلت لهم، بس اللي واضح ان هايمي بيحبها بشكل جنوني جدا وعنده استعداد ان هو يعمل اي حاجة حتى لو هينط من فوق الجبل، بس باتي ما تسيبهوش. باتي قالت للمحايين انها كانت مصدومة من ردة فعل هايمي لما قالت له ان هي عايزة تسيبه وتنهي علاقتها بيه، فكانت بتفكر في طرق تانية تنهي بيها علاقتها بهايمي. فباتي قالت ان رون عرف بالعلاقة دي بس هو كان عاقل ومش عايز مشاكل، فرون وباتي اتفقوا ان هم يشتروا عربية لهايمي علشان يقدر يروح تكساس ويبدأ حياته لوحده هناك ويطلع من حياة باتي للأبد. فباتي وهايمي راحوا لوكالة العربيات علشان هايمي يختار عربية من هناك. فباتي قالت ان هم اشتروا العربية وهايمي حط حاجاته في العربية وسابهم وسافر تكساس. فالمحايين بعد ما خلصوا الاستجواب مع باتي وسابوها تروح البيت بدأوا يشوفوا هل الكلام اللي قالته ده صح ولا لا، ولكن في نفس الوقت ده استمروا يتكلموا مع هايمي في التليفون، بس كان برضو مش عايز يقول لهم هو موجود فين، وكان على طول بيستخدم تليفون مؤقت ما ينفعش الشرطة تتعقبه. لغاية ما في يوم هايمي قال للمحققين انه خلاص هيعترف بكل اللي يعرفه واتفق معاهم انه هو هيروح لهم قسم الشرطة. بس قبل ما يقابلوا هايمي المحققين استدعوا باتي للاستجواب تاني معاها لانهم مقتنعين ان في معلومات عن علاقتها بهايمي هي مخبيها. فباتي راحت للقسم وقالت ان عمرها ما خطر في بالها ابدا ان رون يكون في خطر باي شكل من الاشكال بسبب علاقتها بهايمي، وقالت للمحققين انها دلوقتي خايفة ومرعوبة ان هايمي يخلص عليها لأنه قال لها قبل كده إن محدش هياخدك مني. وقالت أثناء التحقيق أنا واثقة إن أنا اللي علي الدور دلوقتي، هيجي ويقتلني ويخلص علي. وخلص التحقيق معها ومشت. باتي أقنعت المحققين إن علاقتها انتهت مع هايمي، لكن المحققين اكتشفوا إن باتي لما راحت تشتري العربية لهايمي علشان يسافر تكساس والمفروض إن في الوقت ده علاقتهم انتهت، كان واضح إنها ما انتهتش ولا حاجة، لأن المحققين لما رجعوا كاميرات المراقبة في وكالة العربيات كان واضح جدا من التسجيل إن هما الاتنين كانوا لسه على علاقة عاطفية مع بعض. في التسجيل هتشوف باتي ماشية جنب هايمي ومسكين ايدين بعض وماشيين بتفرجوا على العربيات، فواضح ان باتي مش بتقول الحقيقة عن علاقتها بهايمي. ولكن قبل ما المحايين يواجهوها بالمعلومات الجديدة اللي اكتشفوها حصلت مفاجأة جديدة. في اليوم اللي بعد ما استجوبوا فيه باتي وقبل ميعاد مقابلة هايمي مع المحققين على طول، المحايين جالهم خبر ان باتي اختفت، فالمحايين على طول راحوا البيت عندها. لما دخلوا البيت
لقوا الدنيا متدربكة وباب الحمام بتاع غرفتها مكسور وكان فيه دم على الأرض، فالمحامين على طول خمنوا إن ممكن تكون باتي اتخطفت واحتمال كمان تكون اتقتلت. فالمحامين بدأوا يدوروا على أي أدلة في البيت يمكن يلحقوا ينقذوا باتي، فلقوا ظرف جواه ورقة وكان مكتوب عليها بس بأصائيس الورق المتاخد من المجلات. الورقة بتقول إن باتي اتخطفت، وده اللي بالظبط باتي كانت بتحاول تفهمه للمحامين لما كانوا بيستجوبوها اليوم اللي قبله على طول. ده اللي كانت هي خايفة منه، إن هايمي هيجي وراها ومش هيسيبها، وإن هي اللي عليها الدور بعد رون. وفي الوقت ده أصحاب باتي وعيلتها كانوا خايفين جدا عليها وخايفين يكون مصيرها زي مصير رون. طبعا الشرطة على طول اتحركوا ودوروا عليها في كل مكان وبلغوا كل أقسام الشرطة عن اختفائها. وفي اليوم اللي بعده على بعد 600 ميل في سولت ليك سيتي في يوتا، كان في ضابط دورية كان عند فندق صغير كان بيشيك على العربيات اللي واقفة في الباركينج بتاع الفندق، يعني هل في مثلا عربية مسروقة. فشاف عربية لونها أخضر، لما راجع أرقامها عنده في السيستم اكتشف إنها مطلوبة ولها علاقة بجريمة قتل. فالضابط على طول اتصل بالمحققين في كاليفورنيا فقالوا له إن في اتنين لهم علاقة بالعربية دي، هايمي راموس وباتريشيا بريسبا. وبعد 10 دقايق والضابط لسه واقف في الفندق، باب غرفة من الغرف اللي في الدور الأرضي اتفتح، واحدة طلعت مشت ناحية الضابط. فالضابط طلع مسدسه وقال لها ترفع ايديها وسألها انتي باتي؟ فقالت ايوه، وقالت حاجة تانية غريبة، شاورت جوه الغرفة وقالت هو جوه ومضروب بالرصاص. الضابط دخل الغرفة لاحظ ان في حد على السرير تحت الغطاء بس ما كانش بيتحرك، فقال له انا عارف انك على السرير ارفع ايدك، بس برضه ما كانش بيتحرك. فالضابط شد الغطاء من عليه فادرك ان ده هو هايمي. هايمي رفع ايده فوق وقال للضابط ما تضربش الرصاص، انا اصلا مضروب عليا الرصاص، وقبضوا على هايمي وباتي. هايمي كان واخد 3 رصاصات وباتي كانت متعورة في دراعها. لما فتشوا غرفة الفندق لقوا سبغة شعر ومسدس وافلام اكشن زي رامبو وداي هارد وشاش وبلاستر للجروح. وفي الوقت اللي هايمي بيتعالج فيه من الجروح اللي عنده، المحامين بدأوا يستجوبوا باتي، فقالت إنها ضحية في كل ده، وقالت إن الدنيا كانت ضلمة وضربت عليه الرصاص، كنت خايفة وهو كان عايز يقتلني فأنا كنت بدافع عن نفسي، وقالت إن هي ضربت عليه 3 رصاصات علشان كانت بتحاول تهرب. باتي كانت مصرة إن هي ملهاش علاقة بجريمة رون، لكن المحامين كانوا يعني شاكين فيها وإن هي متورطة في الجريمة. الضابط اللي قبض عليها في الفندق ما كانش مقتنع بكلامها ابدا، قالوا ان لما شافها كانت طالعه من الغرفه وكانت طالعه لوحدها وهو جوه مش قادر يتحرك، يعني كان عندها فرصه ان هي تهرب من بدري بس هي ما هربتش، فما كانش مصدق قصتها. دلوقتي المحققين عرفوا ان هايمي حالته كويسه ويقدر يتكلم، فواجهوه بقصه باتي وانها قالت ان هو خطفها. والمفاجاه ان هايمي لما عرف ان باتي قالت للمحققين ان هو خطفها كان في حالة صدمة، ما كانش مصدق انها رمي عليه هو التهمة كلها. وهنا هايمي قرر يعترف بالحقيقة وقال لهم على كل حاجة. هايمي اعترف ان هو اللي قتل رون، ولكن وهو بيتكلم المحامين ادركوا ان الحكاية فيها تفاصيل اكتر من ان عاشق مجنون قتل علشان بيحب واحدة. هايمي قال ان هو قتل رون بس باتي هي اللي اقنعته يقتله، يعني هي العقل المدبر للجريمة. كان واضح ان باتي ضحكت عليه وخلته يحبها واستغلت الحب ده لصالحها. المهم في خلال الاستجواب هايمي كشف عن السياسة اللي اتبعتها باتي علشان تعرف تسيطر عليه وتخليه يعمل لها اللي هي عايزاه. باتي فهمته ان رون شخص سيء جدا وان هو عنيف معاها وبيسيء معاملتها، فكانت بتحكي له وكانت بتصعب عليه وكان بتعصب جدا ان رون بيعمل فيها كده. باتي اقنعته ان الجوازة بتاعتها دي جوازة كارثية وان رون شخص لا يطاق، بس هي خايفة ان هي تتطلق منه، وطبعا ده كان كلام مش حقيقي لان رون كان شخص كويس جدا معاها وبيحبها وعمره ابدا ما اذى اي حد، بس كل ده كان جزء من خطتها الشيطانية. مع الاسف هايمي كان فاكر ان هو بيساعدها تخلص من الجوازة دي اللي بتعاني منها، يعني باتي حطت في دماغه كلام كله كذب وهو صدقها. باتي صورت له ان هي مسكينة مغلوب على امرها، فهي استغلت وضعه وان هو كان عايش في بيت مفكك وهو صغير وعمره ما حد اهتم بيه ابدا، فهي اهتمت بيه وهو غصب عنه حبها من غير ما يفكر، فهي استغلت الموضوع ده لصالحها كويس قوي. فباتي كانت دايما بتقوله لو انت قتلت رون هنخلص منه وهنكون مع بعض طول العمر،
يعني ضحكت عليه باسم الحب. بعد كده هايمي بدأ يحكي تفاصيل الجريمة البشعة اللي ارتكبها. مع الأسف مقاطع الاستجواب مع هايمي وباتي مش موجودين على اليوتيوب، بس كنت حابة أقول لكم إن في الاستجواب معاه كان شكله زي ما يكون متأثر وهو بيحكي اللي حصل، حسيت إن هو ندمان على اللي عمله والله أعلم. طبعا المهم هايمي بدأ يحكي تفاصيل الجريمة وكانت تفاصيل في منتهى البشاعة. قال إن في الليلة دي رون كان قاعد على كرسي بيتفرج على التلفزيون، وهو كان قاعد ورا على كرسي المطبخ على بعد حوالي 2 متر منه. كان قاعد عمال يفكر يقتله ازاي، وبدا يفكر في كل الحاجات السيئه اللي باتي قالتها له عن رون، فالدم جري في عروقه. وفجاه قام على كرسي وجه من وراه وضربه على راسه بالشاكوش. فضل يضرب ورون بيقول له انت بتعمل كده ليه، ولكن استمر في ضربه لغايه ما رون قطع النفس. هايمي قال ان اخر كلمه قالها رون ليه بعد ما هايمي خلص عليه حس ان هو ارتاح، وان باتي دلوقتي هتكون سعيده جدا لانه خلاص خلصها من الجوازه دي. هايمي بعد كده بدا ينظف مسرح الجريمه وحط القطع البشريه اللي تناثرت في المكان نتيجه الضرب المتكرر، حطهم في اكياس بلاستيك، وحط كل حاجه في العربيه بتاعت رون، الجثه والاكياس، وحط الكرسي اللي كان قاعد عليه رون والسجاده اللي كانت تحته. بعد كده سال العربيه وفي الطريق اتخلص من الشاكوش والسجاده والكرسي بتاع رون. لما وصل للمكان اللي كانوا متفقين يزقوا فيه العربية من فوق وقف، وبعد كده طلع من العربية ورش العربية كلها بالبنزين وفتح أنبوبة الغاز اللي في العربية وولع الولاعة اللي معاه وحط رجل رون على دواسة البنزين وزق العربية، والعربية نزلت في الوادي واستنى لغاية ما العربية قادت فيها النار. ولكن هو ماشي علشان يركب العربية لقى على الأرض كيس من الأكياس اللي حط فيها القطع البشرية لما نظف المكان. سبحان الله، يشاء ربنا إن كيس من الأكياس دي يقع من العربية على الأرض وهو بيزق العربية من فوق الطريق عشان الكيس ده يسيب أثر دم والمحققين يكتشفوه بعد كده. المهم هايمي قال إن هو أخد الكيس ده ورماه من فوق الطريق ناحية العربية، افتكر ان الحريق هيوصل لها ويحرقها هي كمان، بس ده ما حصلش والاكياس ما اتحرقتش والمحققين بعد كده لقوها. ولكن السؤال اللي كان محير المحققين، ليه باتي ضربت عليها الرصاص؟ فهايمي شرح لهم اللي حصل، قال ان كان المفروض يسافر تكساس بس اخبار حادثة رون كانت في كل مكان، ولما عرفوا ان الشرطة ادركت انها جريمة قتل مش مجرد حادثة عادية، هايمي وباتي ارتبكوا لانهم كانوا فاكرين ان الشرطة هتعتقد خلاص ان هي حادثة والموضوع يعدي على كده. فباتي طلعت بخطة جديدة، الخطة ان هايمي يخطفها، فهو وافق وقال للمحققين ان هو كان فعلا بيحبها علشان كده نفذ خطتها الجديدة. كان فاكر ان هما هيهربوا مع بعض وفي النهاية هتكون ليه هو لوحده، فرح لها البيت وقالت له يعورها في ايديها، فهو ما كانش عايز بس هي اقنعته فعورها في دراعها وكان جرح عميق، فبدأت تتمشى ودراعها بينزل دم، كانت عايزة تخلي فيه دم في المكان. بعد كده هو طلع يحضر العربية زي ما طلبت منه، ولكن لما دخل تاني البيت ما كانش لاقيها، فشاف باب الحمام مقفول فافتكر انها كانت عايزاه يكسر الباب علشان يبان بجد ان هي اتخطفت، فكسر الباب وهو ولا على باله انها مستنياه جوه ومعاها مسدس. فاول ما كسر الباب ضربت عليه الرصاص. طبعا هو كان مصدوم، ليه هي بتضرب علي الرصاص؟ المفروض ان احنا بنحب بعض ومتفقين سوا على الخطة. فأغلب الظن إن باتي كانت عايزة تخلص من الشخص الوحيد اللي عارف الخطة وعارف الحقيقة كلها، ولو ضربته بالرصاص هتكون في عيون الناس بطلة والست الجدعة اللي قتلت الشخص اللي قتل جوزها، وفي عيون الشرطة كانت بتدافع عن نفسها لأنه كان عايز يقتلها. فباتي بعد ما ضربت الرصاص على هايمي أخدت المسدس وحطته على راسه وحاولت تضرب الرصاص تاني، بس المسدس علق، فحاولت انها تصلح المسدس بس ما كانتش عارفة، فجرت برا البيت. وهايمي كان قاعد بينزف دم وبيسأل نفسه هي عملت كده ليه فيا، ولكن قدر يقوم ومشي وراها وبدأ يتكلم معاها ويقول لها ان احنا مفروض نهرب سوا، ولسبب ما باتي وافقت وقالت له تعالى وركبوا مع بعض العربية، واقترحت ان هما يروحوا ولاية تانية. ودي كانت حاجة غريبة جدا، مش عارفة هي عملت كده ليه، يمكن علشان تكمل خطتها ان هو خطفها، مش عارفة الحقيقة. المهم في اليوم اللي بعده الضابط اكتشف عربية هايمي
في يوتا واتقبض عليهم هما الاتنين. بس المشكلة دلوقتي ان باتي وهايمي كلامهم متضارب، باتي بتقول حاجة وهايمي بيقول عكس اللي هي بتقوله، فيا ترى مين فيهم اللي بيقول الحقيقة؟ مين اللي عنده الدافع الحقيقي؟ الاستجواب مع هايمي كان ماشي عادي جدا لغاية ما هايمي قال على معلومة جديدة توضح الدافع الواضح الصريح لباتي. هايمي قال بالنص كده ان كان في بوليس التأمين على حياة رون، والهدف من البوليسة انها تكون هي المستفيدة منها. فالمحقق سأله انت تقصد انها تقتله وتخليها تبان كأنها حادثة علشان تقدر تاخد بوليسة التأمين على حياته؟ فقال ايوة. فاتضح ان رون عنده بوليس التأمين على الحياة بقيمة 150,000 دولار، ولكن في حالة ان هو يموت بسبب حادثة هيتم دفع الضعف 300,000 دولار، وده السبب ليه كانت عايزاها تبان ان هي حادثة، لانها لو كانت كرهاه وعايزة بس تخلص منه كانت خبت الجثة، مش انها تخليها تبان ان هي حادثة، وده دافع قوي جدا ضدها ويثبت انها هي الرأس المدبر للجريمة. فواضح ان باتي ابتكرت خطة مرسومة بدقة متناهية. لما شافت هايمي حست انها عندها القدرة ان هي تسيطر عليه وتخليه يعمل اي حاجة هي عايزاها. العجيب بقى ان هايمي بعد كل ده وبعد ما ارتكب الجريمة البشعة دي علشان واحدة كان واضح قوي ان هي بتستغله علشان الفلوس، هايمي بعد ما خلص الاستجواب مع المحققين قال للمحقق اللي انا هقوله ده يعني غريب شوية، فقال ان على الرغم من اللي باتي عملته فيا، لو هي هنا هل ممكن اشوفها؟ اصلا انا متأثر قوي وزعلان عليها، ويعني قال باختصار كده ان هو لسه بيحبها. المهم في الاستجواب مع باتي وافقت ان هي تعترف، بس على شرط انها تاخد حكم مخفف. فباتي اعترفت انها خططت مع هايمي لقتل رون، ولكن على اخر لحظة قررت انها ما تقتلوش ولغت الخطة، ولكن هايمي قال العكس، قال ان هو اللي غير رأيه وكان عايز يلغي الخطة، بس باتي فضلت تضغط عليه علشان ينفذ الخطة. المهم المحاكمة ابتدت في يونيو 2009، وفي المحكمة دفاع هايمي قال ان هايمي شاب صغير في السن ومسكين، وهي استغلت وضعه ولعبت عليه وخلته يعمل كل اللي هي عايزاه. اما عن رأي الاطباء النفسيين قالوا ان هايمي كان عايز يعملها اي حاجة هي عايزاها، كان عايز يرضيها باي شكل، وهي عرفت تختار الشخص اللي تقدر تخدعه وتضحك عليه. اختارت واحد بيدور على الاهتمام من لما كان لسه صغير، وهي ادتهوله وحسسته بكيانه، ومع الأسف هايمي افتكر ان هي فعلا بتحبه وانها عايزة تعيش معاه بقية عمرها، فما كانش عايز يخسرها. ولما قتل رون كان فاكر ان هو بيحميها منه وبينقذها من واحد شرس. المهم بالإضافة لشهادة هايمي كان في شهود تانيين فجروا مفاجأة من العيار التقيل عن باتي، قالوا ان باتي حاولت تستغلهم علشان يقتلوا علشانها، فاتضح ان دي ما كانتش المحاولة الاولى لباتي ان هي تقتل. في المحكمة واحدة من الحاجات اللي اتقالت ان واحدة من اصحاب باتي قالت ان باتي سألتها ان كانت تعرف اي حد عنده الاستعداد ان هو يقتل. لا والاعجب من كده بقى ان باتي حاولت تقتل زوجها السابق اللي كانت متجوزاه قبل كده، وبعد كده سألت نفس زوجها السابق ده ان كان يقدر يقتل رون. مع الاسف انا مش عارفة هي حاولت تقتل جوزها السابق ده ازاي، بس يعني اللي واضح ان هي ست فعلا مجنونة. المهم باتي في الاخر شافت فرصة ممتازة في هايمي علشان تنفذ خطتها الشريرة وتخلص من رون، وكمان تاخد فلوس بوليسة التأمين على حياته. وفي 29 يونيو 2009 هايمي أقر ان هو مذنب بجريمة قتل من الدرجة الأولى، ووافق ان هو يشهد ضد باتي. ولكن 3 أيام قبل محاكمة باتي ما تبدأ في فبراير 2010، فجأة كده وبدون أي تفسير باتي اعترفت وأقرت إنها مذنبة في جميع التهم، واتحكم عليها ب 42 سنة سجن بتهمة قتل رون وبتهمة محاولة قتل هايمي، وهايمي اتحكم عليه ب 25 سنة سجن. أولاد باتي كانوا مصدقين إن مامتهم تعمل كده وبيقولوا إنها ست شريرة، أما بنات رون من البداية خالص ما كانوش مرتاحين لها،
وكانوا مستغربين أن باباهم سائل العربية بالليل. باتي كانت ست طماعة وتفكيرها شرير، وأغرب حاجة لما طلبت من جوزها القديم اللي يحاول التخلص عليه أن هو يقتل رون. الأفلام اللي هم لقوها في الفندق لما كانوا بيحاولوا يهربوا كلها كانت أفلام أكشن، فممكن تكون باتي كانت متأثرة أو تفكيرها متأثر بنوعية الأفلام دي. في رأيي أن الشكل أو العمر ما كانوش هم الأدوات اللي باتي استخدمتهم علشان تخلي هايمي ينجذب ليها، لأ هي استخدمت سلاح أخطر بكتير من الحاجات دي، وهو الكلام. كانت بتقوله كلام حلو، كلام بتديله بيه ثقة في نفسه، ولو عمل لها حاجة بتحسسه بقيمة الحاجة اللي هو قدمها لها. هي عرفت تختار الفريسة بتاعتها اللي صدق خداعها بسهولة. اختارت واحد محتاج للحب والاهتمام، وضحكت عليه بكلامها وحركاتها، فهو من غير ما يفكر كتير وقع في حبها، ولا شاف سنها ولا شاف انها متجوزة ولا اي حاجة خالص. قولولي انتوا ايه رأيكم في قضية النهاردة، واشوفكم الفيديو جاي على خير. مع السلامة.